فجأة يغادر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي صنعاء بعد أيام من مشاورات قال عنها إنها الأخيرة لإحياء مبادرة مجلسه، وبعد ساعات من تأكيدات من السلطة والمعارضة عن توقيع مرتقب لها. خطوات حاسمة سيتخذها المجلس في غضون يومين كانت آخر تصريحات عبد اللطيف الزياني، وهي حاسمة لمصير تلك المبادرة بنسخها الخمس والتي مضى عليها أكثر من شهر ونصف دون أن ترى النور. المعارضة ممثلة باللقاء المشترك كشفت في وقت سابق أن التوقيع على المبادرة سيتم وفقا لصيغتها الثالثة، وأن الرئيس علي عبد الله صالح سيوقع بصفته رئيسا للجمهورية وللحزب الحاكم في آن واحد، فيما سيوقع عنها محمد سالم باسندوة باعتباره رئيسا للمعارضة. سيجري التوقيع على الاتفاقية بصيغتها الثالثة التي تسلمتها المعارضة كما ذكرت في 21 أبريل، وسيوقع الرئيس بصفته رئيسا للجمهورية مع إضافة ورئيس المؤتمر الشعبي العام. المبادرة التي تنص في أهم بنودها على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتقديم الرئيس صالح استقالته للبرلمان خلال شهر لا يزال يكتنفها العديد من علامات الاستفهام في بعض بنودها، خاصة فيما يتعلق بإزالة ما يوصف بمظاهر العنف والفوضى. حزب المؤتمر الحاكم التقط هذا البند واشترط على أحزاب المعارضة فض الاحتجاجات والاعتصامات من الميادين كشرط للتوقيع من جانب رئيسه، بل وتساءل عن جدوى التوقيع في ظل إصرار شباب الثورة على البقاء في ميادينهم. إذا كان المعتصمين لا زالوا موجودين في الشارع وغير موافقين على هذه المبادرة، لماذا نوقع يعني عليها مع طرف غير قادر فعلا على الالتزام بتطبيق ما يخصه من الالتزامات؟ الطرف الرئيس في معادلة الثورة السلمية وهم الشباب كان لهم رأي في كل ذلك الجدل، وحددوا موقفهم بثلاثة عناصر: رفض منح أي حصانة قضائية للرئيس صالح، والتأكيد بعدم تخويلهم أي جهة للتفاوض عنهم، وحسم أمرهم بالزحف إلى القصر الرئاسي لإنهاء ثورتهم. الذي يطلب ضمانه لا ضمانه للرئيس علي عبد الله صالح، ولا نقول له رئيس بعد سفك الدماء، لا ضمانه، لان اولياء الشهداء هم الذين يصل سوف يطالبون بمحاكمته، وهو مطلوب للمحاكمه مش بس المحليه هنا بل محاكمه دوليه علنيه. على الميدان حال شباب الثوره لم يختلف عن تصريحاتهم، ففي الحديده غربي البلاد شيع المحتجون جنازه رمزيه للمبادره الخليجيه وهتفوا بالزحف نحو القصر وهو المشهد ذاته في تعز، كما أن العصيان المدني كأحد آليات الثورة نفذ في ذمار وإب وغيرها من المدن. وأمام إصرار شباب الثورة على المضي بثورته السلمية حتى النهاية والجدل بشأن تحركات الخليجيين الأخيرة أو ما أطلق عليها الفرصة الأخيرة، فإن الغموض لا يزال سيد الموقف، خاصة مع الحديث عن استفادة الرئيس صالح وحزبه من عامل الوقت وبقاء موعد زحف الثوار نحو القصر مراوحا لمكانه.